بكار أبو كف رقيق وصغير، عاش مغامرات كثيرة مع صديقته رشيدة. تربى على أفكاره أبناء جيل التسعينيات، وأغنية العمل محفورة في ذهن الجميع. تعرفوا معنا في هذه الحلقة على كواليس مسلسل بكار. مسلسل بكار واحد من أشهر الأعمال الكرتونية التي حققت شهرة كبيرة، واعتبره البعض نقلة تاريخية في صناعة الكرتون بمصر. بداية، فكرة بكار كانت عند المخرجة منى أبو النصر، وتعاونت مع المخرج عمرو يوسف عاطف لتقديم فيلم قصير عن طفل من الجنوب تكون قصة حياته وسط المعابد والمتاحف الأثرية. وبعد عرض هذا العمل في مهرجان القاهرة السينمائي، تحمس صناع بكار لتكرار نفس التجربة في التلفزيون، وبالفعل تم التعاون مع التلفزيون المصري لعرض هذا المسلسل في رمضان. كشف مؤلف العمل سر اختيار اسم بكار لهذا المسلسل، وقال إن المخرجة منى أبو النصر كانت معجبة بشخصية رجل من النوبة اسمه بكار، فاختارت هذا الاسم للطفل بطل العمل في الكرتون. غناء محمد منير لتتر العمل كانت إضافة مميزة للمسلسل، خاصة وأنه واحد من أهم الرموز في جنوب مصر وتحديداً أسوان والنوبة، وجاءت مشاركته في هذا العمل عن طريق الصدفة، حيث التقى صدفة بمخرجة العمل وطلبت منه التعاون معها لتقديم تتر المسلسل. كلمات أغنية بكار نالت إعجاب عدد كبير من محبي مسلسلات الكرتون، وأصبحت الأغنية واحدة من رموز موسم رمضان. مسلسل بكار تم عرضه على مدار عدة سنوات خلال رمضان، وارتبط به عدد كبير من الجمهور، واستمتعوا بالحلقات التي تم عرضها على مدار المواسم، خاصة وأن كل حلقة كانت تحمل محتوى هادف يناسب جمهور الأطفال. لكن بعد عدة سنوات من التألق، تم التوقف عن إنتاج مواسم جديدة من هذا العمل. توقف عرض مسلسل بكار بعد رحيل المخرجة منى أبو النصر التي أبدعت تفاصيل شخصية بكار. استكمل نجلها شريف جمال مسلسل بكار وأعاد تقديمه بعد سنوات من الغياب. 2015 بداية إعادة تقديم بكار للجمهور بشكل مختلف، فتم تصميم الشخصيات بطريقة 3D لتناسب التطور الجديد. وعلى الرغم من تطور نسخة بكار الأخيرة، لكن النجاح الأكبر كان للحلقات التي تم عرضها في التسعينيات.